المعلم سالم بن عبد الله الحضرمي رحمه الله تعالى. عشر كان صدح يتمناد وحوكب الله بنا يا جنائز دحضورة فصل كأركان الصلاة الجنازة وكره الليل مركان صامرنا لقيتان كي ميت كي يكفن كي سي ما وحين أرد معنا صلاة دي سي لغتو كان يا ميت كي آس كي سي هي بعض الأحكام الراعي مركان مالك فصل أركان صلاة الجنازة سبعة. أركان صلاة الجنازة صلاة الجنازة أما ميت كالوت كذا ترشد سبعة تدبوي. الأول ميت كوهرية النية توي نيادنا وامر والبصان صمت الشري وصلاة هي عبادة. صلاة هي عبادات كنا وحي أباهيه النية تلك حديثك عمر إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الثاني كان لبعضي أربع تكبيرات أفر تكبيرات إنو تكبير سدوي جنازدو أفر تكبيرات بإلى ذهي أفرتا تكبيراتنا وحأصلوه حديث كي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكوري أبو هريرة يا غيرك سرادي وكتو كذي من كلير هذا النجاش مكي وغير يودي هذيك بخاري يا غيرك باي ورينا يان وهو حولي هاي بخاري رحمه الله تعالى يا غيرك مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه النجاش ما بيقول وحوق وشاري جيريدا يوحو سو غارسيو سو تبي خبر كجيريدا النجاشي كدبنا وهرمر النبي بنت سو ياري كداشي سي صفتين فكبر اربعا افر بتكبير سري امام الترمذي حديث كما قصو صار كدب كل واتن الى رقم كاتب احمد شاكر وحيل والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم عملك يدقنك سلا صار لغودك مع علماء البرانكود والصحابة يغير كده وه يرون التكبير على الجنازة أربعة تكبيرات أفر تكبيرات بيت أركان إن الجنازة ذلك وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق إن تصوى إما أبعى كاملة وإما ذي فقه هي مذاهب المبضى لغضا إذا أها كدب روني الحقيقة أي مؤلف رحمه الله تعالى وحويرس الثالث كصدحات القيام استاق إن استاق صلاة الجنازة اللي قلت كذوي إذا أصل وحاوة حديث البخاري وليه نصام الرعي عمران بن حسين إيها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب تأمني كنتكو هذا أول فرد هذا أول من عبو كسار جنازة الصلاة عاصي كمتها نبي صلى الله عليه وسلم جنازة اللفت إستغوى بتاعا أي تكنجري هو بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. الرابع ركن الأفراد قراءة الفاتحة فاتحة إلى آخر يوم فاتحة إلى آخر يوم حديث كأن كسر مري أركان الصلاة كعبادة من الصامت البخاري مسلم وريين وكيو هلا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب صلاة كما أصحر قفا فاتحة آخرين جنازتنا الصلاة هي كمتها وعموم كخبر كاسي سوق ليسا وحال حديث البخاري في صحيحه كوريي من ليرى طلحة بن عبد الله بن حوف وحيري ابن عباس بان كدبت كذي صلاة جنازة فاتحة وأخريه وكر وأخريه مركز وحون جري أنا كر لهم أخري جري لكن لتعلموا أنها سنة يعني سنتها يشرعك كمتة لجنازة فاتحة وأخريه إن هذا وقعتان بان وطر قريبا. الركن الخامس ركن الشنار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
ما بقى إلا وصل لي وهي بعد الثانية تكبير طلبات كده تهورا كده فاتحة داخل دي طلبات كده من إنا ما بقى كوصل لي دوها وحي إمام الشافعي في الأم كورية مسند كاللواد ومن طريق هنا بيهق في السنن الكبرى وكورية حاكم نسيد وكالاسو صاري وحاكم أولي هي صحيح على شرط الشيخين وهي ذهبنا كوا فقيا شيخ الباين كوا فقيا أحكام الجنائز صفحة بقول الله وعطني الله وعطني فقرة طبعا هي تدواتني يا سيدي حديث كاسي وحاوت الماما يعني بي وماما تبني سهل من باوش أصحاب النبي كمي صلى الله عليه وسلم أن السنة في الجنازة صلاة على الجنازة سنة صلاة الجنازة مكة لا تكن يا نبي محمد لقد حلي وحوي أن يكبر الإمام إمامكم التكبير صلاة كو ثم يقرأ الفاتحة فاتحة وعقرية بعد التكبيرة الأولى تكبيرته على قراشة سرا في نفسه سوى هوس قرصنية ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم نبي وكوس اليوم كاوي عدبه فاتحة صلاة النبي قال كو حكته تكبير بان وضحى اني سكن يغنط ويخلص الدعاء للجنازة جنازتنا والدعاء أخالص يالو في التكبيرات الثلاث تكبير عدم بسدح لا يقرأ في شيء منه من نوح كلا القرآن بسوء علمي ثم يسلم سرا في نفسه وصوص والسلام عليكم نهيا سنة الحق لو ينوي أن يفعل من وراءه مثل فعل إمامه صاص كرينا وإذا سنة يوم حديث كهذا بالله وضع حق ركني بان كقاذا نيو أركانتيا نبي الطلبات كذا شيئا لغوصا صلى الله عليه وسلم يا سادس كاللي حادوه الدعاء للميت إن لو دعيه بعد الثالثة تصدحات كده ويخلص الدعاء للجنازة في التكبيرات دواي بعد الثالثة تكبير تصدحات كده اللي تعفرات كده بالله رب حياه وحاك رسولا نبي قال صلى الله عليه وسلم حديث أبو داود بن ماجه ورينا أبي هريرة إن النبي يقول إذا صليتم على الميت فأخلصوا له بالدعاء وإذا دا كنت كتان دعالي الله بارغة خالص أبدغ وصف في عليه أبريا تصد حد دعاء وحصيات كينية مقصود كي هدف كجنازة قف كل وقت كنيه دي قف كاسواء لو دعي إلهي الله بريو لو إرقي رب الهوج تاقوي دعاء هدفه مقصود الأعظم للصلاة على الجنازة وان السابع كتدوا على ركن وجودا به السلام إن لقب حوا السلام عليكم إن لجراده سيد الصلاة له وي حديث كمام البيهقي يا غير كيبا أي وريين يا عبد الله بن مسعود لقى ورينا يا وحوها ثلاث خلال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلهن تركهن الناس صدح صفة النبي وسميه شريطات كبيرة إحداهن مدود التسليم على الجنازة مثل التسليم في الصلاة صلاة الجنازة إن لو غسل من نقصده والله رب حسيد الصلاة ده والله رب والله التسليم إلى هذا إمام النووي في المجموع حليل هاي إسناده جيد سنة كيسو وناك سيء ولي حديث كاسي هيثمن في مجمع الزوائد حليل هاي رواه الطبراني في الكبير ورجاله ثقات شيخ الباني انه حليه حي اسناده حسن ويليه في احكام الجنائز على بقول الله تعالى يتضوع فقرا ذا سجيت لي صدحات انتاسي وحين كغب حينا صلاة الجنازة اركان تيري فصل بيت كدين الجنازة كنت كنو انا انو اصنا ويوحسو هاي اسكي وكهلا يا فصل اقل القبر قبرك وحا أغير وحا لغو قضي لغو أحصو قبرك وحا أغير حفرة وقد تكتم قريصة رائحته أرت ميتك مركو هدو إسبدلو كو وتحرسه كان إيراليسة من السباع حيوانك بحلها ضدك عنا ميتك كإيراليسة وحولي هاي لا أعرف قد qodal kiisu inta uu leeyahay baahid laba baahid dabooli kara in aan dugaagna la soo bixi karin wasan cuni karin oo meedka ka ilaaliya in urtiisana aynan barnaanka u soo baxaynin
waxay ku xilleeyeen arrinta culimadeennu xikmada aaska dafniga aasaaskiisu baa laba arrimood: meydka in la xifdiyo, dubaaga laga xifdiyo, iyo laba, in urtiisi iyo dhibta meydka ka iman karta markuu uro dadka bini aadamkiiyo dhibka ugu geysanayso laga ilaaliyo. Walidaalika wixii intaa oofinaya labada xikmadood iyo sababood iyo faa'iidee ku jirta aaska baa godkii qabriga noqonaya, saasuna hadalka ku salaysanya. Wa akmalu kan ugu kaamilsan qaamatun qof joogi iyo wa basbatun gacma filin wey, qof intuu istaaga gacmaha kor u taagay godka intaa in la qodo wey. Qofku qof gaabanna maaha yidhaahdeen, qof dheerna maaha, qof darada itaal dhaxa ah. Istaagiis iyo gacma kor u taagiis qabriga in laga ekaysiiyo baa ugu fiican. Waxaa loo dariishaday arrintaa dhowr arrimood. Horta, qabriga in la dheereeyo, in loo baahan yahay oo la waasiciyo baa waxaa wariyay Abu Daawuud iyo Tirmidi iyo Nasaa'i ibnu Maajah iyo keyrkooda. Waxayna ka wariyay min xadiidi Hishaam ibni Caamir radia allahu canhu waardaah. Ninka Hishaam ibni Caamir wuxuu leeyahay nabigu sallallahu calayhi wasallam maalintii Uxud wuxuu nagu yiri: ixfiruu qoda wa acmiquu dheereeya, hoosu dheereeya, wa axsinuu qabrigana wanaajiya, wadfinu lithnayni waalthalaatha, laba iyo saddex saddexis fii qabrin waaxidin, isla geliya ila meydka bannaa dadku ay kabar daraayeen. Waxaan nidhi yaanu xagga qiblada hormarinaa, wuxuu nabigu uri qadimuu akharahum qur'aana, kuwa qur'aan badan. Tirmidi waa xadiis saxiix uu leeyahay, sheekh albaanina waa ku waafaqay fii riwaaya ghariir 743. Waxaa labaad oo loo dariishaday xadiis imaamu axmed fii musnadihi iyo bayhaqi fii sunan alkubra ay ku wariyeen can rajuli min alansaari kamida baa wuxuu leeyay nabigu sallallahu calayhi wasallam jalasa calaa xafiirati alqabri, qabriga geeskiisuu fadhiistay nabigu iyadoo qabri la qoday. Fajacala yuusi alxaafira, qofka qodayay buu u dardaarmayay, awsic min qabali alra'si, xagga madaxa yar waasici oo ballaari, wa awsic min qabali alrijlayni, xagga lagu galaalay marayaana ballaari. Imaam Nawawi fi lmajmuuc waa saxiix buu leeyahay. Xaafid ibnu xajarna fi talkhiis alxabiir wuu ku saxiixinayaa, sheekh albaanina waa saxiixinayaa fii axkaam aljanaais. Waxaa kaa ku dhow sanad dacfigiisu ku jiro mursala oo ibnu abi shayba fii musannafihi ku wariyey xasan albasri inuu leeyahay cumar wuxuu dardaarmay an yujcala qabruhu qaamatan wa basbatan, cumar baa dardaarmay qabrigiisa hoos in loo qodo joog iyo gacmo filin. Kana haddaba nas ku ah, laakiin sanadkiisaa dacfi ku jiraa. Saas darteed malal dheereeya haddii la yidhi waxa ugu dhow ee xadidaya ama waxoogay calaamad samaynaya lahayaay midkan waaye. Saas darteed baa la doonayaa in saa la sameeya. Sunannimada halkaasaan ka keennay bay yidhaahdeen fuqahada shaaficiyadu raxmatullaahi calayhim jamiica. intaasina waa qabrigii iyo sida ugu kaamilsan ee loo qodo. Waxaa kaloo se sunnaa wa an yudaca, in la saaro khadduhu, meydka dhabankiisa, calal ardi, dhulka la saaro. Nusakha qaarkood waxay leeyihiin cala turaali, ciidda in la saaro oo dhabanka loo faydo. Macamulu waa isku dhowyahay. Maxaa loo dariishaday? Waxaa loo dariishaday xadiid imaamu axmed fii musnadihi ku wariyey, ibnu xibaanna fii saxiixihi ku wariyey, bayhaqina fii sunan alkubra ku wariyey, can abi muusa alashcari radia allahu canhu inuu dardaarmay markuu geeriyoonayay oo uu yidhi idan talaqtum bijanaazatii fa asricu lmashya, haddaad janaasadeeda la dhaqaaqdaan dadajiya socodka. Walaa yattabicnii mujmirun, cuud iyo dab wax watanayaanu iraacin. walaa tajcaluu fii laxdi shay-an yaxuulu baynii wa bayna turaabi, qabrigaygana ha dhigina wax aniga iyo ciidda na kala xijaabaya. walaa tajcaluu calaa qabrii binaan, qabrigaygana waxba yaan laga dhisin. ushidukum, waxaan idin markhaati geliya maran gelinayaa, annii anugu bariiun, inaan beri ka ahay, min kulli xaariqatin aw saariqatin aw khaariqatin,
qof kasta oo ooya oo dhawaaqa wiin dhawaaqa ama dharka jeex jeex ama tina iska xiira waxay ku yidhaahdeen ma waxbaad maqashay oo nabiga aada ka warinaysaa jira dadkan aada ka beri noqonayso kaasuu yihi haa rasuulkaan ka maqlay sala allahu calayhi wasalam intaa dambe xadiidkii ah dardaaranka saxaabigaana laga gartay sheekh albani fi taxliili saajin safxada 79 wuxuu ku leeyahay waisnaaduhu qawiyun sanadkiisu waa xoog badan yahay wayajibu waxaa waajiba towjiihu lmayiti meydka in loo jeediyo ila alqiblati qiblada loo jeediyana iyana waajib waaye meydka haddii la aasayo muslimka ah qiblada in loo jeediyo wey waxay culimmadu u deliishadaan xadiid abu daawuud fii sunanihi uu ku wariyey xaakimna fi lmustadrak uu ku wariyey cubayd ibni cumayrin can abiihi laga wariyey nabi sal salam isagoo kacbada tilmaamaya inuu yidhi qiblatukum axyaan wa amwaata idin haddaad waa qibladiinni nolol iyo geeriba idinkoo nool iyo idinkoo meydaba qibla ay tahay xaakim wuxuu yidhi xadiis saxiixa alisnaadi weeye dahabina waa ku waafaqay imaamu lbayhaqina xadiidkan sunan alkubra markuu ku warinayay wuxuu u baabeeyey baabu maa jaa'a fi istiqbaali alqiblati bilmowta baabkan wuxuu ku saabsan yahay adilada ku timid meydka in qiblada loo jeediyo sheekh albanina fi irwaa ilgaliil 609 raqamka waa xasan buli xadiidkaas culimada qaarkood waxay soo guuriyeen culimada muslimiintu inay isku wada raacsan yihiin meydka qiblada in loo jeediyo inay lagama maarmaan tahay haddaba meydka qiblada marka loo jeediyo qaarkoodna waxay yidhaahdeen waa calaamada lagu kala garan karaba meydkan muslim inuu yahay iyo muslim inuusan ahayn intaasina wuxuu kaga baxaynaa fasalkii qabriga iyo aasitaanka fasalka babul janaais ugu dambeeya ya mualifku wuxuu ku yidhi faslun yumbashu lmayitu liarbaci khisaalin yumbashu lmayitu meydka waa lasoo fagaa markii waa lasoo saaraa haddii la aaso kadib markii la aaso ee godkii ciidda lagu rogo kadib waa lasoo saari karaa liarbaci khisaalin afar xaaladood in waajib noqotay in mubax noqotaba midda koowaad lilghusli in la dhaqo idaa lam yataghayar hadduusan isbedelin walitawjiihi laba in loo jeediyo ila alqiblati qiblada in loo jeediyo iyada hadduusan isbedelin waayo meydku hadduusan isbedelin in qiblada loo jeediyo lana dhaqaayo laba waajib bay ahaayeen dhaqitaanka iyo qiblada in loo aaso waajibkii haddii aynan mafsado ka weyn ka dhalanaynin waa inuu bedelmay waajibkii si loo fuliyo in lasoo saaro oo la dhaqaayi waa waajib laga daba tegi karo masaa darteed in laga daba tagaa waajiba haddii uu isbedelo laakiin mafsado ka weyn baabaa ka dhalanay salamana dhaqi karo qiblana looma jeedin karo wax ka dhib badan baa ka imanaya waa laiska dayb taasi waa labo walilmaali xoolo idaa dufina macahu haddii lala aaso haddii meydkii xoolo lala aasana iyadana waa la soo fagi si dadkii xoolahan lahaa ay xaqoodii u gaadhaan ay u helaan iyo weliba maalkana waxaa la iska reebay idaacatu lmaali maalka in la dayaco oo lagu ciyaaro xoolihii laiskala aasana dee isagoo ku intifaaci maaye maal dayacan wey laakiin qofkii xoolaha lahaa lixaqi lmayita hadduu iska cafiyo waa la iska day ka afraadee ugu dambeeya walilmar'ati qofkii haween tahay idaa dufina janiinuha haddii uurjiifkeedii lala aaso macaha maca lumnowi lala aaso oo wa amkanad ay suuragal tahay xayaatuhu noloshiisa haddii hooyadii la aaso iyadoo uur leh ilmuhuna xilli uu noolaada uu gaadhay oo dhici karta inuu nool yahay ama tuhun yimaada inuu nool yahayna waa la soo fagayaa kadibna waa laga soo saarayaa sababtoo ah hooyada jirkeeda uu la taabto ama la jeexo ama lasoo saaro haddii xurmo lahayd qofka nool iyo badbaadintiisaa kasii xurmo badan hadday isqabsata naf nool
يقف ميلو للتشركيسة قف كنور بالبد بادي. ولذلك بعض الضرورات العلماء والحالك إسائية وله هذا ينفق وقواته قف بني آدم ونور هيلي بكيسة مدري كتير لكن سوى هديو بنتيو ميدي هاي والعنك افتاح سببتها تنا حماية لي مراعاة انت كمضا انتاس فصوش الجنازة كو صعب صنعي ماكو كبحي وفصل القول وعماشا عبادات كاهيو انت طلع كالميسان كالوحي عبادات كو صعب صن وهل كان مؤلف كو كغاها اللي رحمه الله تعالى حولي فصل الاستعانات كالميسو أربع خصال أفر حالة ضد ويحكمها وأفر حكم كالقاضي نيس كو مباحة للبنان لبا خلاف الأولى مد لقفي عني هبنانات لكن اللي سكدها هي كفي عن صدح ومكروهة مد كراهية أصل قيبا حدا جنيسة لكن وكراهية يدنا أفر وواجبة مد واجبين أدخال ميسطه أفر تسمحي كليهين ساكو كالفافا هنا يبليسو فالمباحة من البنان هي إيادو تقريب الماء بيه إن الوسوء الويوة قف كين دهارة قادنا يي دهارة دي عبادة دا حي إن بيها اللوسوء الويوة مباح بنا سوى نوضانتين اللوسوء الويوة حما كالفضل بنا وحاو دليل حديث كي مغيرة تبن الشعبة بخاري إيا مسلم بوريين باوحا كتشلت إن نبي عسلم لسعودي نبي نوسوء حاجة قلتين كدي ويسي استي سوكسي خفين وقبي وحجي وحام أفور الصدي خفين كسان وغسي بكاسو نبي لدعهما دا فإني أدخلتهما طاهرتين أم الله بضو ديه وطاهرا قدية وان مصحة يا يدا هدبا إن سوكسي دي لغب حيسي الطهارة دي أفضل ذاته هي بيها إلا سعود ويسك معنا الوهد وحالا ميدي بيها لفترة حديث بخاري يا مسلم يوريين وانا سيد المالك لقولين رضي الله عنه وارضاه وحريه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء نبي سوري حاجة قدشو آل الشريك فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة أنا يقول إلى مدى با أببيه هيو قل ونبي قلتم بها بكتو وهرتي سبكتو بان قال الشريك يستنجي بالماء بيه كوستي سنجري بيه تحرض اللوسو الويوان تسوى حالة بكوبة المباحة وخلاف الأولى قلت سيدي سبا خلاف الأوله ووح مكروه أنا هين وكفض مباحية مكروه بحياة قال وحيلا العلماء والسنة كتبتان كده سنة وحنا سميسا سنة شرع ونو نسكو حكوية من إن لا سامعيو إن لغتها الناس توسكو غرية بي مالها مالك كتبتان كالسنة كوا خلاف الأولى بي هذا قارنا خلاف الأولى قيبة مكروه يقدران مالك وحيري وخلاف الأولى وحي وحاوي صب الماء بيها إن لغوشو ببيا إن لغوشو على نحو المتواضئ قفوي سيسانية أو كلي قفوي سيسانية